سيادة المستشار، في قرارات اتخذت في مجلس الوزراء بخصوص مسألة العائدين النهاردة، برضو كان في حديث بشكل مباشر. احنا يهمنا بس ان احنا نصحح للناس، وفرصة ان حضرتك موجود معانا، في فكرة طيب. الإجراءات الخاصة بعودة الناس وإبقائهم في الحجر، ده ضمن السياسة طيب. العامة وجد علينا النهاردة لمسألة الإحاطة بالمرض يعني، أو التعامل مع المرض أو فرصه. هو بالنسبه للعائدين المصريين العائدين من الخارج أيوة. تقصد حضرتك ايوه احنا 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 شفنا طبعا اللي حصل من المجموعه المصريه العائده من الكويت ورفضهم الخضوع للحجر الصحي لمده 14 يوم. سمحنا لهم بالمغادره بس بشرط ان هم يعزلوا نفسهم في المنزل وفرق طبيه تقوم بمتابعتهم. يعني في فرق طبيه هتتابع التزامهم بفكره العزل المنزلي؟ بكل تأكيد بكل تأكيد، وتم اختار الجهات المعنية بالمتابعة أيضا. فطبعا بس اللي هم اللي عملوه يعني دعني أقولها بعبارات صريحة، ده تصرف غير مسؤول. علشان كده قررنا اعتبارا من الرحلات القادمة ما فيش حد مصري عائد هيركب الطيارة غير لما يوقع على إقرار بقبوله الحجر الصحي لمدة 14 يوم. أي. والحجر هيبقى على نفقته الخاصة فيما يخص الإقامة والمأكل، والنفقات الطبية هتتكفل بها وزارة الصحة. الـ 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 الأماكن دي بيتم تحديدها من خلال وزارة الصحة ولا أنا غلطان؟ وزارة الصحة هي اللي هتختار الأماكن، لأن هي اللي هتجهز هذه الأماكن بالفرق الطبية. هي في الغالب هي هتبقى عبارة عن فنادق، فنادق في المنطقة المحيطة بالمطار، مطار القاهرة. هيختاروا عدة فنادق في منطقة مطار القاهرة، وزارة الصحة هتتولى تجهيز هذه الفنادق وإمدادها بالفرق الطبية، وزارة السياحة تتولى التفاوض مع الفنادق للحصول على أكبر قدر من التخفيض في سعر الليلة علشان نخفف عن هؤلاء القادمين من الخارج، وهيظلوا في هذا الحجر لمدة 14 يوم بيتم متابعتهم يوميا. لو اجتازوا إن شاء الله كلهم يجتازوا فترة ال 14 يوم يتم السماح لهم بالمغادرة. مفهوم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم، المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، شكرا جزيلا على ما ارتبط بالخبر اللي قلناه فيما يخص طبعا القطاع الصناعي في مصر، وما يرتبط زي ما قلت لحضراتكم النهارده كنا عايزين نصحح عدد من الكلام اللي اتقال الغير دقيق بأي شكل من الأشكال، والمتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد يعني ساعدنا في هذا الموضوع. مرة ثانية بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم.